السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع دوت من خلال الذكاء الاصطناعي بيلخص لك المقالات، ممكن تكون المقالة طويلة فهو بيلخصها لك بحيث ان انت تقراها خلال 3 دقايق. مثلا هتيجي هنا وتبدأ تديله رابط اي مقالة عندك. مثلا هنا انا جيت هنا ولقيت اهوت ده رابط المقال اللي على الدي او اي، وهقول له خد لخص للمقال دوت. فهو في ثواني بيبدأ يفتح المقالة ويبدأ ان هو يقراها ويبدأ ان هو يلخصها لك. هي فكرتها المقالة يبدأ ان هو يقرأ الكلام ويفهمه ويلخصه بحيث يوفر لك الوقت. فيبدأ يقول لك ايه المقالة بتتكلم عن ايه، ويبدأ يقول لك ايه اللي انت ممكن تتعلمه. فلو هو مهم بالنسبة لك ممكن تقرأ المقالة الأصلية ان شاء الله.